لم يضيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوقت وأعلن عن مرشحته لملء الفراغ الذي خلفته عميدة القضاة في المحكمة العليا روث جينزبرغ، فقد لا يحصل على فرصة أنسب من سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ لجعل إيمي باريت تاسع قضاة المحكمة العليا والخامسة في صفوف القضاة المحافظين. بمقتضى الدستور الأمريكي أعلن ترشيح القاضية إيمي كوني باريت لعضوية المحكمة العليا، وهذا ثالث ترشيح أطرحه بعد القاضي نيل غورسج والقاضي بريت كافانو، وهذه لحظة فخر بكل تأكيد. خلال الأسبوع الماضي أصابنا الحزن في الأمة الأمريكية جمعاء بسبب رحيل القاضية السابقة روث بادر جينزبرغ، وهي كانت رائدة بالنسبة إلى النساء وصاحبة إرث ملهم للكثير من الأمريكيين والأجيال المقبلة. قضية محكمة الاستئناف الاتحادية خيار مناسب لترامب والجمهوريين، فإيمي باريت ذات الأطفال السبعة من المعارضين لقرار 1973 الذي شرع الإجهاض في البلاد، كما أنها صوتت لصالح سياسات الهجرة المتشددة لترامب وتؤيد توسيع حقوق حيازة السلاح، بالإضافة إلى عملها بعد تخرجها من كلية الحقوق بجامعة نوتردام في ولاية إنديانا مع قاضي المحكمة العليا الراحل أنتونين سكاليا. إيمي باريت هي الخيار الأمثل بالنسبة للمحافظين لعدة أسباب، أولها عملت مع القاضي سكاليا قاضي ترامب والجمهوريين المفضل. المحافظون يشعرون بالراحة تجاه مواقفها التي لا تختلف عنهم، مسيرتها تجعلها الخيار الأنسب لهم، ثم سبق وأن مرت بالمراحل التي ستمر بها الآن، مع العلم أن هذه المرة ستكون حسب رأيي أصعب نظرا لأهمية المنصب. اختيار باريت لم يكن مفاجئا، فقد كانت واحدة من الأسماء التي وضعها ترامب بعين الاعتبار لتحل محل القاضي أنتوني كينيدي عام 2017، كما رشحها لمحكمة الاستئناف في العام نفسه ليمررها مجلس الشيوخ بصعوبة بأغلبية 55 مقابل 43 صوتا. قد يكون رئيس ترامب محظوظاً بما يكفي لتعيين ثالث عضو في هيئة المحكمة العليا خلال فترة رئاسته، خاصة وأن مجلس الشيوخ الذي له الكلمة الفصل يسيطر عليه الجمهوريون، لكن المراقبين يقولون أن الديمقراطيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي وهم يشاهدون التيار المحافظ يجتاح واحدة من أهم مؤسسات البلاد الدستورية. أمينة سرير، سكاي نيوز عربية، واشنطن.